خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. ما امروز یک جلسه ای داشتیم با اتاق مشترک كانت لنا زيارة إلى محافظة البصرة وعقد اجتماع مشترك مع الأخوة المسؤولين في محافظة البصرة، التجار العراقيين واتحاد غرف التجارة الصناعة والزراعة وفي محافظات الجنوبية العراقية ميسان البصرة وذيقار، للوقوف على المشاكل التي يعانونه في التجارة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك عقد لقاءات واجتماعات مشتركة قادمة إن شاء الله في الشهر القادم لتطوير هذه العلاقات التجارية، وكذلك عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية وكذلك اتحاد غرف التجارة الإيرانية، وكذلك المشاكل العالقة ومشاكل المنافذ الحدودية للتجارة مع الجمهورية الإسلامية. إن شاء الله طرحت المشاكل وطرحت الحلول، سيكون اجتماع قادم إن شاء الله بعد هذا الاجتماع خلال الشهر القادم بتنسيق مع سعادة القنصل الجمهوري الإسلامي في محافظة البصرة والحكومة المحلية في محافظة البصرة لحلحلة المشاكل التي تم طرحها من قبل السادة التجار والمسؤولين في محافظة البصرة في منفذ الشنامشة الحدودي ومشاكلهم مع المصانع والتجار الإيرانيين إن شاء الله. سرية الإمارة بصرة وتعدادي از تجار والتجار والمسؤولين ورئيس هيئة الاستثمار في محافظة البصرة لغرض الوقوف على المشاكل الذي يعانونه التجار العراقيين وكذلك التجار الإيرانيين ومشاكل تحويل الأموال والعقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية ومشاكل في منفذ الشلامشة الحدودي وإلى ذلك. الأخوة المشاكل التي تم طرحها من قبلهم تم حل بعض هذه المشاكل بواسطة الاقتراحات والحلول التي وضعتها وكيل وزير خارجية للشؤون الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والقنصلية، وتم الاتفاق على عقد الاجتماعات المقبلة سواء في العراق أو إيران خلال المدة القادمة لحل المشاكل المتبقية ما بين الجانبين. العراق مصرف صادرات، مصرف ملي أو مصارف موجودة هناك أو مسجلة.